فإذا كان يوم عرفة ينبغي أن تقرأ ألفا من قل هو الله أحد، وثلاثمائة وستين من آية الكرسي، ومائة من أو ألفا من الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام البيهقي في سنده أنه عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: من وقف عشية عرفة وقرأ آية الكرسي 360 مرة وسورة الإخلاص 1000 مرة وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية 1000 مرة إلا باه الله به ملائكته وقال لهم: انظروا إلى عبدي هذا، سبحني وكبرني واستشهدكم يا ملائكتي أنني قد غفرت له، ولو تشفع في أهل الموقف لشفعته فيهم. وينبغي يوم عرفة أن يحافظ عليه ولا يضيع منه شيء إلا في الطاعة والعبادة بشتى أنواعها القولية والفعلية وغيرها، فإن يوم عرفة أفضل الأيام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام يوم عرفة، وقال: خير ما قلت أنا والنبيون من بعد يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير. هذا ينبغي الإتيان به 1000 مرة. وتصير الأذكار المطلوبة يوم عرفة 4: آية الكرسي 360 مرة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير 1000 مرة، وقراءة قل هو الله أحد 1000 مرة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الإبراهيمية 1000 مرة. هكذا ينبغي. فإذا لم تقدر فأتي على الأقل بالبعض، وأقل الدرجات 100، فلا أقل من 100 من كل ذكر من هذه الأذكار.